مشهد السيرك واقف عليه يا فندم. حضرتك قلت لي امبارح خد بالك منه، بعدين لقيت الناس كلها روحت وهو قاعد في البلاتو لوحده، قلت يبات معايا وننزل على الطريق مع بعض. انجز انجز، اركب اي حاجه بسرعه وتعالى. اي حاجه ايه بس يا استاذ؟ حضرتك انا بقالي 3 ساعات بحاول اركب اي حاجه. رحنا عند الاتوبيس صابر خاف جدا وقعد يطلع اصوات غريبه، وبعدين الميكروباص بيركب 32 بني ادم، لو رجيت لك بالميكروباص صابر هيتحول لمربه قرود، ومفيش ولا تاكسي عايز يعبرني يا فندم. والاتوبيس النهري مثلا لسه احمد امين، انت لو القرد ما بقاش عندي خلال ربع ساعه انا وانت هنقطع عيشنا يا احمد امين. انجز. حاضر يا استاذ، حاضر حاضر. تعبك كده يا عم صابر، الدنيا عطلانه عليك يا عم النجم. ايه ده؟ صدق انت ابن حلال. هو توك توك والشوفائر. يا اسطى الله يكرمك، انا مستعجل جدا عايز اطلع على الدائري. فاضي؟ انا فاضي بس قلبي مليان جراح. يا عم جراح، قلت لك خدت غرزه غلط بالتوك توك ولا حاجه؟ بص اقول لك على حاجه، لما توصلنا بقى اروح للدكتور. بدل الطبيب رحت المية وخدت كل الادويه، والكل قالوا على جرحي ما خدهوش في الكليه. يا عينيا يا عم، ما خدهوش، يمكن المناهج اتغيرت ولا انت رحت كليه غلط ولا حاجه. يا عم بص بقول لك ايه، مفيش غيرك، اطلع بينا الله يكرمك. ازاي عايزني اسوق وانا قلبي ده مشقوق؟ طب في مشكله انا ممكن احلها لك ونخلص. انا الزمان هالدنيا ولا حد بيوي الدنيا. ممكن تفهمني القصه من غير اغاني شعبي ابوس ايدك؟ سوزان حب عمري، كنا هنتجوز بكره خلاص، العيلنا اخوها حسام من تحت الارض عرقل لنا الجوازه. طب ما انت يمكن عملت حاجه لحسام ده ولا زعلته في اي مشوار. والمصحف يا باشا ما عملت حاجه، والمصحف ما عملت حاجه، انا كنت قالب لهم قرد. لا مؤاخذه عن القرد، انا اسف. لا لا عادي، ده هم كانوا عايزيني اكتب لها التوك توك ده باسمها، وانا التوك توك ده سرقه من عرق جبيني اساسا، يعني ملوش ورق. لا هم زنقوك فعلا. اسم الكريم ايه؟ حلبوس. لا الاسم العادي مش الشهرة. حلبوس، محمد حلبوس. هو كده؟ طب انت منين يا حلبوس؟ من عزبة القروب. لا مؤاخذة عم القرد. لا مفيش مشكلة. بص حلبوس، عموما يعني الدنيا بقت وحشة، احنا بقينا عايشين في غابة. لا مؤاخذة يا صابر، لا مؤاخذة معلش. اقول لك على فكرة حلوة. انت اكتب لها التوك توك ده باسمها. وانت بقى اسرق توك توك تاني براحتك. حلو ده، يلا اتكل على انت راجل ابن حلال، وربنا ان شاء الله هيملى بيتك ده تكاتك صغيرة ان شاء الله. يعني انت شايف ان انا ابن حلال؟ لا ابن حلال. انت شايف ان انا كده ابن حلال؟ ايوه كده انت ابن حلال. تمام. انا اكلم حسام دلوقتي واديهولك تقول له على الفكره اللي انت قلتها دي. لا اكلم. وهو الطريق واقف وهتتسلى يا باشا. لا مش هقول حاجه، انا مالك، ده ما تدخلنيش في القصص دي. والنبي بس ابوس ايدك والنبي. لا مش هكلم حسام. مش انت بتقول ان انا ابن حلال؟ يا عم انت قفشت فيا ليه؟ هو كلام بيتقال وخلاص. عايز تشتغلني؟ لا مش الدرجات. يعني بتنمرني؟ لا سد ودنك يا صابر. يعني بتخدمني على قفايا؟ لا لو سمحت. بقول لك يا باشا، انت اصلا من اول لما شفتك وانت دمك واقف زي الكوبري. طب غور يا عم، انا عمي مش هوصلك بقى دلوقتي، وخد بقى التوك توك ده وغور بيه في اي داعيه بقى يا عم اهو. يا باشمهندس، يا حلبوسه، يا حلبوسه. استنى يا صابر، استنى. ايوه يا استاذ سيد. لا كاعه ايه؟ والله حضرتك انا الدنيا فوق بعضيها، وتقريبا ده وقت خروج مدارس ووقت خروج مصانع كمان، انا مش فاهم. بعدين حلبوسه مشي وبعني 5 دقايق يا احمد وتكون عندي. اركب اي حاجه وباي ثمن وتعالى. اي حاجة ازاي؟ بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يا صابر؟ انت بتعرف تسوق الشيء ده؟ ليك فيه؟ يا ابني الايه يا صابر؟ ارد انت برضه، خد دي حبي، يلا بينا. ايوه يا استاذ سيد. لا يا فندم انا 5 دقايق، انا داخل عليك اهو. عيب عليك يا فندم. يلا في امان الله. شد شويه والنبي يا عم مصطفى. ولا حبي طريقك اخضر.